ورحمة الله وبركاته للمستمعين الكرام ومشاهدينا الكرام. سوف الآن ينطلق الشوط الثاني القعدان في سدنا الفطامين من الكيلو ونص. والآن تم تحضير الاستعدادات لانطلاق الشوط. بسم الله وعلى بركة الله ينطلق هذا الشوط، الشوط الأول الرئيسي، الشوط القعدان. نعود مع الصدارة، مع المندفعين، مع المنطلقين، مع المركز الأول. هنا من الحاملة رقم 6 مبلش بقيادة سالم مبلش، نعم مبلش لسالم هادي الفقح، نعم الفقح، يا سلام يا سلام. والمركز الثاني الدخول والقدوم من هنا، الله يا سلام، سواح 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 لشعيل بن عبد الهادي المري. وثانيا الدخول من الجانب الايسر، يا سلام يا سلام يا سلام، شاهين لجابر بن حمد المري. ولكن الدخول والقدوم من الحامله رقم 1، يا سلام، يتقدم يتقدم، يا الله، مع مشرف مشرف، وهو مشرف، يا سلام مشرف، نعم نعم مشرف، لعبد الله بن طالب بن يحيى، الله يا سلام يا سلام. وثاني المراكز، ثاني المراكز، الدخول هنا من سواح سواح لشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي المري. وثالث المراكز الدخول من الجانب الايسر، ولكن التحدي وين؟ التحدي التحدي مع هنا، مع مبلش مبلش، ولكن سواح سواح، نعم لشعيل بن عبد الهادي المري. وين التحدي؟ وين التنافس؟ وين اللي يحصل على المركز الاول؟ يا سلام يا سلام، المعركه طاحنه المعركه طاحنه، ولكن سواح 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 لشعيل بن عبد الهادي المري، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، ينتزع الكاس للشوط القعدان. والمركز الثاني والدخول من هنا مشرف لعبد الله بن طالب بن يحيى. وثاني المراكز الدخول من سواح لشعيل بن عبد الله بن عبد الهادي المري. وثالث المراكز الدخول الذيب لمحمد مبارك بن سفران المري. هذا النتيجة للثلاث المراكز الأولى، والتوقيت الزمني 2:14 و 23 جزء من الثواني.